الفقرة الرئيسة مشاهدينا على رأس الساعة القادمة، وفيها تتابعون: رئيس الوزراء يبحث مع العامري دعم البرنامج الحكومي للمضي بإجراءات مكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين. البرلمان يستعد لإكمال الكابينة الوزارية في جلسة غد السبت، ونواب يطالبون رئيس الجمهورية بحسم بلف نوابه. الجهد الخدمي يسير بخطوات متسارعة في العاصمة بغداد، وأعمال البنى التحتية تقارب على الانتهاء في منطقة شاكر العاني. تسبب بضرر للمواطنين، جهاز الأمن الوطني يطيح ب 38 مبتزا إلكترونيا بعمليات نوعية في عدد من المحافظات. ملفا الخدمات ومكافحة الفقر على رأس أولويات موازنة 2023، ونواب يؤكدون سرعة إكمالها حال وصولها من الحكومة. لإنهاء المعاناة وإعادة زيادة الإطلاقات المائية، العراق يبدأ حراكه لاستئناف محادثاته مع تركيا وإيران بشأن ملف المياه. تفاصيل هذه الأخبار مشاهدينا وغيرها على رأس الساعة. إلى اللقاء.